في سياق التحول الرقمي للشركات والاقتصادات العالمية، تتواصل اليوم بمراكش أشغال الدورة الأولى للمؤتمر الدولي للتكنولوجيا المالية 2022 EFC. هذا المؤتمر يتناول موضوع التكنولوجيا المالية في خدمة التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ويتوخى مناقشة رهانات وتحديات ومختلف فرص الابتكار في مجال المالية والتكنولوجيا، مع تسليط الضوء على أثرها على التنمية السوسيو اقتصادية المواطنين والمقاولات بالمغرب وبإفريقيا والعالم. لقاء تنظمه بالمدينة الحمراء الجمعية المغربية للتكنولوجيا المالية بمشاركة ثلة من الخبراء وأصحاب القرار المؤسساتيين ومهنيين ومقدمي الخدمات المالية الرقمية. المؤتمر يشكل فضاء للبحث العلمي وللتشبيك المهني.